أنا بصفتي ملك جمال الغربية بحب أوجه رسالة لملك جمال الشرقية، أقول له عيب بلاش اللي أنت بتعمله ده على السوشيال ميديا، لأنك أنت مش ملك جمال الشرقية. ملك جمال الشرقية لازم يتوفر فيه 3 شروط. الشرط الأولاني إنك أنت يبقى معاك نقابة ملك جمال، كرنين نقابة، تمام. تاني حاجة إنك تلبس لبس ملك الجمال. ثالث حاجة إنك تتصرف تصرفات ملك الجمال. أنت ما بتعملش التلاتة دول وطالع على السوشيال ميديا تقول أنا ملك جمال الشرقية، بأي وجه حق تقول ملك جمال الشرقية؟ طب انت مين طيب؟ أنا ملك جمال الغربية، وبجانب إن أنا ملك جمال الغربية أحب أعرف حضرتك إن أنا رئيس نقابة ملوك جمال مصر، مش الغربية بس يا فندم، ده أنا ملك جمال الغربية وفي نفس الوقت بشغل منصب رئيس النقابة. والموضوع بتاع ملك جمال الشرقية دي عامل لي قلق في دماغي في النقابة. كل زمايلي ملوك الجمال على مستوى الجمهورية كل يوم يسألوني يا نقيب الجمال أنت ليه ساكت على ملك جمال الشرقية؟ يا سيادة النقيب أنت ليه ساكت على ملك جمال الشرقية؟ يا سيادة النقيب هنعمل إيه مع ملك جمال الشرقية؟ فده يا فندم عمل لي صداع في دماغي. غير إن هو ما عندوش لبيس، أنا عندي لبيس. لبيس العتر يا ولد. ادي يا فندم زي ما حضرتك شايفه تصرفات ملك الجمال، لازم لك لبيس، وحد بعد ما يحط لك البرفان يمسحه تاني، واخد بال حضرتك، وحد ينقل لك اللبس. حضرتك انا ما بلبسش اللبس ده اجتهادي كده بس. ايه الشياكه دي؟ ربنا يخليك يا فندم، ده من بعد ما عندكم اللبس ده كله مستورد. حضرتك دي جايه لي من المملكه العربيه السعوديه الحاج حسين. الكرافت ده جاي لي من فرنسا. البيبيون ده تخيلي جاي لي منين؟ من المحله الكبيره، من شارع شكر الكويتلي، صدقيني. واخد بال حضرتك؟ المحلويه بيتفرجوا عليك دلوقتي. المحلويه حبايبي، وانا بصفتي ملك جمال الغربيه، والمحله ما هي غربيه، عروس الغربيه المحله الكبيره بلد الرجاله. هم على طول بيدعموني وعلى طول بيجي لي ناس محترمة كتير من المحلة الكبيرة. آخر مرة كنت في مسجد الشامي اللي في سعد محمد سعد، كنت بصلي الجمعة. الناس استقبلتك في المحلة ازاي وانت بجمالك ده؟ استقبال الناس ليا في جامع الشامي في سعد محمد سعد كان ازاي؟ استقبال رهيب. عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا بشكر السيد مدير الأمن اللي وفر لنا الأمن، لأن حصلت هرجلة جامدة قوي لما الناس كلها عرفت في المحله ان مجال الجمال الغربيه. اول مره يشوفوا الجمال ده. بيصلي في جامع الشامي. مش عايز اقول لحضرتك المصلين بره كانوا اكتر من اللي جوه. بس حضرتك هو السبب في الازعاج اللي عمله في المحله. ليه؟ لان هو مشى على رجله. والعربيه كانت واقفه. ما هو انا بتاع الناس كلها. يا فندم يا فندم انا بتواضع لله، لان من تواضع لله رفع. مش بحب اتكبر على حد. وكوني ملك جمال للغربية. الناس اتخضت من جمالك. مش عايز اقول لحضرتك يعني انت مش مديني فرصه اتكلم معاها، ولكن بتقوم بشغلك مظبوط. تمام تمام. بالنسبه للكولونيا، يلا كولونيا كولونيا سريع. المحله بالنسبه للمحله بلدي اللي انا بتشرف بيها كملك جمال للغربيه، في اي حته بروحها وفي اي مؤتمر بطلع فيه بقول المحله رقم واحد بالنسبه لبلاد الغربيه. طب ورينا بقى كمان بقيه جمال لبسك. ورينا كده الشياكه والجمال بتاعك. طب بتعمل لنا كده عرض ازياء. استنى كده استنى. كرافات على بيبيونا، ده ايه الجمال ده كله؟ كرافات على بيبيونا، العلم حضرتك بقى اللي انت ما تعرفوش ايه اللي خلاني البس كرافات مع بيبيونا؟ ده علشان انا نقيب ملوك الجمال على مستوى الجمهوريه يا مدام. لان رئيس النقابه لازم يلبس بيون مع كرافات، حاجه مختلفه تبين ان هو فعلا ده رئيس النقابه. اما بالنسبه حضرتك بوكيه الورد ده جاي من كل دوله ورده. ايوه يا سيدي، ده متجمع بقى من دول العالم. أيوه. البوكيه ده حب الناس. يعني في ورده جايه لي من شبشير، في واحده جايه لي من محل تروح، الورده ديت جايه لي من الحاج حشمه العدوي من الجميزه ميت حواي، واخده بال حضرتك. الورده ديت جايه لي من الاستاذ ابراهيم الطوخي مخرج قناه مواقف في الشارع. الورده البيضه الجميله دي جايه لي من المملكه العربيه السعوديه
من مين؟ حق حسين ابو عبيد. واخده بال حضرتك؟ فده كله حب لله. حضرتك ده عشان طلع لها من سمنون. دي من سمنون. أيوة. ده انت مجمعهم بقى. أيوة. مجمعهم. هو بقى يا فندم جمع ايه بقى؟ انا لسه قايل لحضرتك دلوقتي انا جمعت الورد ده من كل بلد. هو لما المذيعه سالته في اخر مره بيقول لها انا العيال والناس بيحدفوني بالطوب، ليه؟ ما عشان اكيد انت اهبل. بيقول لها اوعي تفكري ان انا بزعل، ده انا باخد الطوب ده ابني بو بيت. على فكره احنا رحنا الشرقيه نسال على بيته لانه ما عندوش بيت اصلا، وساكن في بيت بالايجار، ولما رحنا البيت اللي بالايجار لقيناه خرابه. ده بيضحك على الناس ملك جمال الشرقيه ده ولا ايه؟ ازاي تكون ملك جمال وانت ما عندكش اي صفه من صفات ملك الجمال؟ واخد بالك؟ فين الطوب اللي الناس بتحدفك به يا فالح وبتقول انا ببني بيه بيت؟ صحتك يا نجم، صحتك يا نجم. ما هو وجع دماغي. صحتك يا ملك الجمال. على يدك كل يوم يجي لي تليفون وجواب قد كده. حسيني انت بتلبس ماركات على طول. براند كله. براند. وقول لي البراندات كده اللي انت لابسها. حضرتك الكرافته دي زي ما قلت لك دي كل دي ماركه، دي من زارا ودي من جيفارا. دي من جيفارا. من جيفارا. والصندل بتاعي من سارا. من سارا. من سارا. سارة. من سارا. سارة. مش من زارا. لا, 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 لا ما هي يا فندم ما هي زارا وسارا هما الاثنين ماركه عالميه ما بين نفسه بعض. ولاد عم جيفارا. ما هو قرايب. ايوه. جيفارا مين دي؟ ده واحد صاحبي بكلمك عليه بعدين. حسيني فيليكس. انت مصاحب حد من قريب؟ لا لا دي صاحب الماركه نفسها. يعني ايه ماركه اصلا؟ ماركه براند. 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 صحتك يا نجم. اتعب كتير. ما تنرفزوشي. الجمال الجمال لازم كل شويه تحط لي برفان يا حسيني وامسح لي عرق يا حسيني. شو بيتصرف يا جماعه؟ ملك جمال. ملك جمال ده واثق الخطوه يمشي ملكا وبيلف ملك. في ميزه بقى مش عند اي ملك جمال. اتكلم عني يا حسين. حضرتك بصي له كده. حضرتك هو باصص فين؟ لغد. لحظه لغد. لحظه مش موجود عند ملك جمال الشرقيه. حضرتك هو دلوقتي باصص فين؟ المفروض باصص. المفروض انا باصص هناك. هو باصص لحضرتك. الملك الشرعيه عنده كده؟ الملك الشرعيه عنده كده؟ الملك الشرعيه عنده التسريحه دي اللي مكلفاه في التسريحه 500 جنيه؟ يا جماعه ما تهزروش يا جماعه، في عنده ودن زي دي؟ ما فيهاش الا اتنين شعره؟ صندل بيبرفانه نفسه. حسيني فيليكس ما تتكلمش عني. صحتك يا نجم. بتعب كتير يا حسيني. انا ليه قبلت اكون نقيب لملوك جمال مصر يا حسيني؟ عشان الغلابه يا نجم. انا ليه ضحيت بشغلي واشتغلت ملك جمال؟ عشان الغلابه يا نجم. انا ليه سبت بيتي وسبت عيالي وبلف اروح المسابقات والمقابلات يا حسيني؟ عشان الغلابه يا نجم. انا ليه بضحي بالراتب الشهري اللي عباره عن 1200 دولار وما زلت بضحي يا حسيني؟ عشان الغلابه يا نجم. انا ليه سبت عربيه السيزوكي يا حسيني؟ عشان الغلابه يا نجم. انا ليه عملت محطه تنقيه المياه يا حسيني؟ عشان الغلابه يا نجم. احنا ودينا حصر للجامع ليه يا حسيني؟ عشان الناس تصلي يا نجم. احنا بنطلع نغني في الافراح ليه يا حسيني؟ من غير فلوس يا نجم. حسيني انا عارفه ان هو صوته حلو. يا ملك جمال الغربيه لو سمحت انا عايزاك تغني لنا، ممكن؟ حضرتك تحب اغني لك ايه بالظبط؟ اتبسط. على فكره انا بغني حنتي برضو زي مروان مشاكل. حنك بنكوش انكهري وحنك بنكوش احكي حربوت امور هدي ترمي كبر امبو شينك مركي هردي مير تير تمرتي هركي شرميري كيري مورو تربي كراهاري. دي تأليف اميتاب باتشان. دي بقى ايه لغه دي؟ ده هندي. ده لغه هندي؟ حضرتك بقول لك ملك جمال الغربيه نقيب الملوك كلها لازم يكون مختلف. الحب والحيره ودادي وانت في وادي وانا في وادي صغير انا ايوه صغير لكن بجنن وبحير الدنيا مهما في يوم مالت عمري في يوم ما هتغير بالنسبه لملك جمال الشرقيه ابعد بقى وسيبنا يا ليفه ملك ومال الحريفه انت المفروض لما تشوفني تقف وتعمل تشريفه تشريفه. ده كل دي اغاني.
انا بغني شعبي. شفت انت ملك جمال كفر الشيخ بيتحداك هو كمان. انا اتحدى ملك جمال الشرقية فقط، ولكن اذا لزم الامر اتحدى جميع ملوك جمال مصر، لاني واثق الخطوة يمشي. واثق الخطوة يا مدام. ما معاش كارنيه برضه. مش معاه كارنيه بتاع كفر الشيخ؟ الشرقية ما معاهوش. انت هتعمل فيهم ايه صحيح؟ يعني كلهم مش معاهم كارنيهات. انا 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 صابر بس على ملك جمال كفر الشيخ لهدف واحد يا مدام، ان هو ما بيعملش زعزعه في الامن ولا في السوشيال ميديا. هو مجتنب وواخد عب كفر الشيخ والحمول ده، انا سايبه له يلعب فيه. اما المشكله كلها في ملك جمال الشرقيه، متربع على عرش السوشيال، وهو اصلا كذاب. مش ده ملك جمال الشرقيه خالص. انا بتحدى قدام حضرتك قدام العالم كله. انت احلى من ملك جمال الشرقيه. ربنا يخليك. كل ما بتقولي له كده بتعصب. طويل العمر يطول عمره، يزهز عصره وينصره على مين يعديه. هاي هي. اللي بالك برضو هو سيب. بحب اوصل رسالة برضو كملك جمال للغربية لللبيس بتاعي، اقول له حقيقي انت بتتعب كتير قوي معايا، ومش عارف اودي جمايلك دي فين. تحت امرك سيدي. لدرجة الحمام بتفتح لي النور بتاع الحمام. تحت امرك بعد سيدي. ما بعمل الحمام يا مدام بيشد لي السيفون. على طول مخلص. واخد بلحظ ما شفتش كده. على طول بقى في حاجة كمان مميزة. يرش لي تحت باطي. ليه بقى الرشة دي يا مدام؟ علشان العنكبوت ما يلزقش عندي في الشراشيب. واخد بال حضرتك؟ وما يلزموش اي حاجه من على السوشيال ميديا، ده عنده مزرعه. انت شايف نفسك احسن واحلى من ملك جمال الشرقيه وكفر الشيخ؟ ما بيشكرش في نفسه الا ابليس. انا سايب الراي للجمهور، وانا بما يرضي الله بتحداه. مش شايف نفسي اجمل منه. الناس اللي بتقول، والناس اللي ربعوني على عرش ملك الجمال، وربعوني على عرش النقابه بتاع ملوك جمال مصر. ده مش رايي يا مدام، ده راي الناس كلها وراي جميع ملوك جمال مصر. لما حضرتك تيجي تعملي لقاء مع ملك جمال المنوفيه، لان احنا اتقابلنا في شارع فرنسا في المنوفيه، حضرتك كلنا عند كريبيانو واتقابلنا هناك، والراجل بصراحه راجل كويس. اساليه عن ملك جمال الغربيه ده كنفليكس، هيقول لك ده قد الدنيا. اسالي ملك جمال بورسعيد، قابلنا في بور فؤاد، هيقول لك ده كنفليكس. ايوه هو يستحق يبقى ملك جمال الغربيه. حضرتك اسالي ملك جمال دمياط الجديده، هيقول لك ايوه ده يستحق ياخد لقب جمال ملك جمال الغربيه. يعني كلهم مقتنعين ان انت احلى منه الا ملك جمال الشرقيه، ومش هسكت وهحارب بكل ما اوتيت من قوه علشان ابيده من على السوشيال. صحتك يا نجم. بيتعبني يا حسين. بينرفزك. سيرته بتنرفزني، شكله بيعصبني. ارجوك ما تجيبش سيره ملك جمال الشرقيه عشان بيتعصب. ارجوك يا. فأنا من موقعي هذا ببعت رسالة لمجلس إدارة ملوك الجمال، أقول لهم تحروا كويس عن ملك جمال الشرقية. عايزين بقى أغنية نختم بيها. والله أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا بغني حنتي، وغنيت لك واحدة حنتي، وغنيت لحضرتك حتة شعبي مصري. أحب أغني لحضرتك برضو حتة صغيرة كده في آخر اللقاء نختم بيها. أغنية بصراحة أنا مش حافظها، بس هغنيها يعني. بالاجتهاد كده. النجم بيزهق بس. ده دور مهم جدا اللي بيعمله الاستاذ ده يا فندم. ده اهم دور بيقوم بيه اللبيس بتاعي، ان هو بيلبس في مواقف في الشارع. وبشكره على الورده الجميله اللي هو جابها لي، وبشكر الناس كلها اللي بتتفرج عليا. ملك جمال الغربيه بحبكم قوي 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 قوي. باي باي. عبيها لي يا استاذه في كيسه سمراء يلا، عشان ياخدها هو ماشي. حاضر عينيا. يا سلام. عبيتها له؟ اه. اوكي. باي.